الأكاديمية الوطنية للتدريب انتهت من 3 مراحل من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية خلال شهر نوفمبر اللي فات، وده كان في عدد من المحافظات ده اسكندرية، الفيوم، الشرقية، كمان الدقهلية، قنا، المنيا، سوهاج وأسيوط. البرنامج ده بيمثل فرصة مهمة جدا للمرأة المصرية من أجل صقل مهاراتها القيادية والإدارية، ومن أجل اكتساب المعرفة والخبرات اللي بتؤهلها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة. الأكاديمية الوطنية للتدريب أعلنت انتهاء فعاليات المراحل 3، 4، و5 من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية وقنا والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية. وقد تم لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي لهن، وتلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين. ويستهدف البرنامج تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في إطار خطة الأكاديمية الاستراتيجية، ليجوب البرنامج كافة محافظات الجمهورية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية والإدارية واكتساب المعرفة والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة. وخلال البرنامج تلقت المتدربات تدريباً مكثفاً على مجموعة من الموضوعات والمحاور، منها مهارات التواصل الفعال ومهارات الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير والتحديات الاقتصادية ومشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والسياسية وبناء الدولة وقيام الأمم والتوعية والتسويق وإدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات. شارك في البرنامج أكثر من 1200 سيدة من مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى العمل الحكومي أو الخاص. وفي الفترة الحالية تواصل الأكاديمية تقديم البرنامج في محافظات المرحلتين 6 و7 في البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية ومطروح والوادي الجديد.